اسطول خيارات اسطول خيارات. وبعدين وبعدين في الليله اللي مش هتعدى على الدقيقتين وبعدين دكتور شريف دكتور قال لي حشمي في الخير انت اللي بتطمني تقول لي ايه الحكايه بالظبط. ما اخبيش عليك يا مان عايزين يعملوا لك العمليه دلوقتي دلوقتي. ايوه لان الراجل صحته تعبانه جدا وحالته اتدهورت وبقت حالته خطيره جدا. يعني حالة ليا مهياش خطيرة؟ ما انا افضل منه وبعدين ما حدش يجبرني ابدا انا مش هعمل العمليه دي ابدا. اسمع بس يا مان انت لازم تهرب من هنا. صبري اشترى المستشفى وكل شيء هنا بقى تحت امره دلوقتي. حد يدلع ويديني ضربوني بالجزمة. اشترى المستشفى يعني بقينا تحت امره والعمل ايه؟ العمل ايه؟ اسمع يا مان انت تهدى كده وتسمعني كويس. لازم تهرب من هنا دلوقتي حالا وتشوف لك اي حته تدلع فيها كام يوم كده لحد الموضوع ما يهدى. بقول يمكن يكون دخل هنا جايز. ايه
فهمت فوق يا محسن قال اصل في واحد هربان من مستشفى المجانين واحنا بنطرده ما شفتوش طلع قصادك وانت واقفه لا يا ابني ما حدش جه هنا خالص تعالوا انا قلت لكم ما اطلعش العماره دي عملي معروف دار عليا خبيني انت مين ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش يا ريت انا بره الحقوني الحاجه مين ان شاء الله الحاجه توصل ايه اقعد اقعد كده بس اهدي كده اهدي خدي نفسك كده انت مين انت عايز مني ايه ما تخافيش انا مش حرامي انا مش عايزك حاجه منك ما انا عارفه ان انت مش حرامي انت حرام من السمايه الصفرا صفرة ايه وحمرة ايه مين اللي قال الكلام ده الجماعه بتوعي صحيح هم جولك جولك انا حسبت لك انني مش مجنون صدقيني انني مش مجنون شوف الاسبوع مش فيه 7 ايام اليوم فيه 24 ساعه الساعه فيها 60 دقيقه الدقيقه 60 ثانيه وانت ذكر ما انتش حرمه صح ايه يا ستر ماما في ايه يا ماما هتلاقي مفتاح لبصل عشان امك هتروح من ايديني انت مين انا امام ابن عمك لبراوش يلا حاضر حرامي حرامي ليه حرامي قشتك انت بهلك حرامي اللي ماتوا في ايه جدع خلي بالك يا ابني ده مش حرامي ده مجنون هربان من السرايا الصفراء يا نهار اسود انت مجنون ايوه انا مجنون ايوه انا مجنون هعمل لكم دلوقتي صينية بتنجان بالموز وسلطة بطيخ إمام هرب للمستشفى فندم يبقى العصابة هي اللي أرغمته على إجراء العملية على فكرة يا فندم بالمناسبة كنت عايز أسأل سعادتك سؤال قانوني فضل هل يجوز لهم قانونا إنهم يرغموا إمام على إجراء العملية دي؟ لا طبعا غلط لا يجوز لهم بس لاحظ سعادتك إن إمام ماضي على عقد وعامل معهم اتفاق على كده ولو مدام إمام حس إن في خطر على حياته أو على حياة الآخرين بشكل أو بآخر يبقى العقد باطل ايوه فندم بس في الحاله دي يبقى صبري بيه هيموت وبطبيعه الحال يبقى احنا ساعدنا الناس اللي هم عايزين يخلصوا منه وفي نفس الوقت هيئنا لهم اسباب وفاته بشكل سليم جدا وقانوني كمان احنا دلوقتي بنواجه محاوله ذكيه وجريمه قتل من نوع غريب جدا وعلينا نحافظ لصبري بيه على حياته وننقذ البنت المخطوفه دي كمان هو في الحقيقة يا فندم أنا فكرت لكن لغاية دلوقتي للأسف مش لاقي أي مخرج لا في لنفرض إن صبري ده مثلا مات العصابة دي هتتصرف إزاي وهتتصرف على أي وجه بيتهيألي انهم هيسيبوها وده التصرف الطبيعي اللي لازم يحصل طيب ما تيجي نضحك عليهم ونعلن وفاة صبري بيه حضرتك قلت ايه دلوقتي يا فندم لو قدرنا نقنع العصابة بوفاة صبري بيه يبقى حققنا خطوة كبيرة قوي في سبيل انقاذ ليلى ومادام ليلى انقذت انا متأكد ان امام هيوافق فورا على انه يجري العملية هي فعلا فكرة يا فندم وفكرة سليمة جدا بس محتاجة لإحكام تام ودقة شديدة في التنفيذ ولازم تتنفذ بكل إحكام ودقة حتى عيلة صبري بيه نفسه لازم تصدقها معلش أنا غصب عني أني غصب داني بتألم وأني بربطكوا يعني وإذا كنتوا زعلانين عندني دين أني عندني دين وبعدين أني مش ناوي شر يعني وربنا عالم أني مش ناوي شر أني بس اتزنقت وبعدين غصب عني أعذروني عموما الحبل يعني مرحرح ممكن بعد ما أمشي تفكوه ربنا يتولاك ويستر معاك حنسنك تطلبوا عادي
اسفين يا جماعه، كان بودينا المسائل ما توصلش للدرجات. هنعمل ايه؟ ما بجد دحيله بقى في حالكم، بركه فيكم، شد حيلك يا حاج. السلام عليكم. البقية في حياتك يا فندم، البيت عيش انت. أرجوكي امسكي أعصابك كويس، ملوش لزوم اللي انت بتعمليه ده. فوق نفسك، حاولي تشوف انت هتتصرف ازاي. خطفوها يا اخويا وبيهددوني لو اتبرعت بالكلو هيبقى حياتها في خطر. الشاب الله 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 على كده المساله اتبرجلت على الاخر. هي اتبرجلت ومثلت معكيكه خالص. عشان تعرف انك انت فقري وشك يقطع الخميره من البيت. معلش خلي الحكايه دي عندنا. انا عندي الحكايه دي. بلاش حكايتك عندي دي. Thank you.
شيل التهاني. شد على الله يا استاذ فوزي. مين دي يا استاذ؟ دي الست الجديده اللي كانت على ذمته، ذمه ابوك الله يرحمه. ابويا متجوزها انت؟ انا متجوزه المرحوم من 3 سنين ومخلفه منه ولد كمان. ومخلفه منك طفل عنده سنه ومقدمه شهاده ميلاد باسمك كمان. انا ما خلفتش منها النصابه دي، هو التزوير وصل بيها للحكايه دي. وفي احتمال كبير قوي انها تكون ورا عمليه خطف ليلى كمان. لا ده عقل الواحد يشد. الو ايوه يا الو ايوه متى ايه بتقول ايه؟ لقيت ليلى مغمى عليها عند قصر النبي. طب انا جاي حالا. الحمد لله يا صبري بيه. لا ليلى الحمد لله. يبقى لازم امام تلوه عشان اقدر اعمل عمليه. حاضر يا رب. الو ايه انت عايز ايه؟ مكتب حانوتي؟ حانوتي لما يشيلك. دي شقه دي؟ ايه الفلل المنيل دي؟ شفت؟ صبري مات. صبري مات؟ ايوه لاجل حظك المهبب عشان تروح عليك الفلوس ولا تاخدش ولا مليم. بس يهمكوا كله على الفلوس على الفلوس. قطعه الفلوس اللي بتجيب التعاسه دي. تعاسه؟ انت بتقول كده بس عشان تصبر نفسك. يا ترى يا ليلى، يا ليلى اخبارك ايه؟ لاقوكي ولا لسه؟ الو ايوه يا سياده العميد، صبري مات، نعيه طالع في الجرايد. يا ترى اخبار ليلى ايه؟ ها؟ لقيتوها؟ بالذمه ايه؟ لقيتوها صحيح؟ اهو كده، اهو كده السلطه في خدمه امام، في خدمه الشعب كله. ربنا يخليكوا لنا. ايوه معاك اهو. خد كلمه عشان تطمن عليها. الو ايوه يا امام، ازيك انت؟ انا الحمد لله كويسه قوي. انا جاي لك حالا. ايوه مسكت السفه، مسافه السكه. ايوه جاي لك حالا اهو. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. لا قول ليلى، لا قول ليلى، لا قول ليلى على طول. لا قول، لا قول. خبر كويس قوي هيفرحك على الاخر. على الله ربنا يكون هدى اولاده.
وهمدوا عني. احسن من كده كتير. ايه هو يا استاذ فوزي؟ قول. ابي لسه صاحي ما ماتش. بتقول ايه؟ معقول الكلام ده يا استاذ فوزي؟ مش معقول ليه؟ يحيي العظام وهي رميم. اتفضلي البسي عشان هو عاوز يشوفك دلوقتي وفورا. استاذ فوزي قول كلام غير ده، اعمل معروف ما توقعش قلبي. هو موجود في المستشفى، هيبقى طلبهولك عشان تصدقي. ايوه سعاده البيت، الهالي مش مصدقه الخبر، عاوزه تسمع صوتك عشان تصدق. البيه معاك اهو، البيه معاك، اتفضل كلميه. شريفة تعالي لي بسرعة، عايز اشوفك قبل ما اخش اوضة العمليات. حاضر حاضر. صدقتي؟ أرجوك يا أستاذ فوزي تسيبني دلوقتي لأني تعبانة شوية. البيه مش هيقدر ينتظر، وأظن هو قال لك إنه هيدخل أوضة العمليات بعد شوية. طب إديني 10 دقايق أو ربع ساعة هغير هدومي وأجي لك على طول. اتفضلي البسي وأنا منتظرك. العيل ده شريفة، جبت منين العيل ده يا شريفة؟
ايوه طيب طيب كويس، مع السلامة. ادخل. ليلى ليلى امام. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. يا سلام، ألف بعد الشر عليك، إن شاء الله العدوين اللي يكرهوك. تعذبت كتير كتير قوي قوي يا إمام. معلش أنا عدل إيدي، أنا عارف إن أنت تعذبتي بسببي، إنما أنا هعوضك كل شيء. ومعلش عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، المهم على الله يكون قبضوا على الناس اللي خطفوك. أهلا يا إمام. أهلا، متشكرين يا سيادة العميد. أه. متشكرين. أظن ما فيش حاجة دلوقتي تمنعك عن إنك تعمل عملية. عملية إيه؟ تتبرع بكليتك لصبري بيه حسب العقد. حلو النكته دي، انا اتبرع بكليتي لراجل ميت. صبري بيه ما ماتش يا امام. ايه يعني ايه الكلام ده؟ دي خدعه احنا عملناها عشان العصابه اللي خطفت الانسه ليلى تطلق سراحها، والحمد لله الخطه نجحت. اظن ما فيش حاجه دلوقتي تمنعك عن انك تتبرع بكليتك. أنا الموضوع دي خلاص، أنا تراجعت عنه خالص. إمام أرجوك زي ما ساعدناك أنت كمان لازم تساعدنا. الراجل المريض صبري بيه ده إنسانيتك تفرض عليك دلوقتي إنك تقف جنبه وتنقذه. أنا تحت أمرك يا سيادة العميد. وكل مستحقاتك يا إمام هتاخدها على داير مليم، أنا شخصيا مسؤول عنها. هنرجع لوجع القلب والقلق من تاني يا امام. معلش، ما هو مفيش استقرار من غير قلق، ومفيش صداع من غير دماغ. لو الكلام اللي بتقوليه ده صح تبقى كارثه. الكلام اللي بقوله صح وهو لسه بكلمني في التليفون دلوقتي حالا. اتفضل بقى شوف لنا حل في الحوسه اللي احنا فيها دي. معقوله؟ معقوله ما ماتش؟ طب ازاي؟ اكيد حكايه الواد دي ما دخلتش دماغهم، علشان كده عملوا الملعوب ده علشان يوقعوك يا شريفه. ايوه صحيح، هما الميتين بيصحوا، مش ممكن طبعا. انت اللي تهورتي وفقدت اعصابك مش كده؟ معقول تسيبي فوزي لوحده في الفيلا وتهربي؟ ما هو ده اللي هم عايزينه. انا فعلا اعصابي تعبت وهم قدروا يستغلوا الحكايه دي كويس. طب اسمعي، انت تنزلي دلوقتي تشوفي فوزي فين وتقابليه حالا، وخلي اعصابك جامده من حديد. مفيش ميتين بيصحوا يا غشيمه. انت عندك حق. أسعد يوم في حياتي. جبتي منين الولد اللي كتبتيه باسمي يا هاني؟ أرجوك يا صبري، أرجوك ما تسيئش الظن بيا، وكفاية اللي عملوه فيا ولادك، وعلشان كده. عشان كده زورت يا هاني؟ إمام وصل يا فندم، وهم بيجهزوا لي العملية. سلموا الست دي البوليس فورا. أرجوك يا صبري، أرجوك ما تظلمنيش. أنت اللي ظلمتي روحك يا هانم. العملية جاهزة يا فندم. أنا تحت أمركم.
من فضلك. خش خش اوفر على المطبخ. Thank you.
عملوا عمليه؟ عمليه ايه بس يا امام؟ اعمل معروف فوق بسرعه احسن، هنروح في داهيه. انا دماغي تقيله قوي. فوق يا امام، فوق يا حبيبي، فوق فوق يا حبيبي، فوق فوق. الو سياده العميد رضوان لو سمحت. ايوه يا فندم، عايز ابلغه على جريمه قتل هتحصل دلوقتي حالا، من فضلك بسرعه. ايوه يا فندم سياده العميد، انا دكتور شريف عمي. يا فندم من فضلك لازم تكون في المستشفى هنا حالا. امام مش ممكن يعمل العمليه دي، لو عملها في خطوره على حياته. يا فندم انا بتكلم جد، ارجوك تعالى حالا، لو ما جيتش دلوقتي هيموت، لازم تيجي عشان ننقذ حياتك.